قال نائب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن تدخل موسكو في الصراع السوري سيجرها إلى ورطة، وأضاف في مؤتمر صحفي مع نظيره البحريني في المنامة إن بلاده ما تزال تركز على ما وصفها تصرفات إيران غير المقبولة، بما في ذلك دعم الإرهاب في المنطقة. من جهته قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد الخليفة إن الدعم الإيراني للتخريب في الدول العربية يمثل تهديدا كبيرا للمنطقة، مثله مثل تنظيم الدولة الإسلامية. واتهم إيران بتهريب أسلحة إلى البحرين.